أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تقي مع الدرس الخامس من دروس فقه الأسرة. موانع الخطبة، رابعا موانع الخطبة: ألف الند ألا تكون مخطوبة للغير، ما أولي قالت سليم تأخذ في وايض. با ألا تكون محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا. أشو المعنى يس؟ المعنى يس لعبد ماري قصد ذي جوج ذيوث إلا قادي سقسي ها طرات وحرام في الناس نخاطي. المعنى يس لانت دو كاتيغوري من النساء. البرومير كاتيغوري قنصة المحرمات على وجه التأبيد، يعني في كذا كيني تحرمت فمذان إلى الأبد. ورسالة الحق هذه جوجيدس: لا يسع لا يزكى لا قافل لا وافل لا بعد 10 سنين بعد 20 سنة حرام. الحرمة يجي مؤبدا طول العمر. ثقيلة برومير كاتيغوري. سورة النساء الآية 22 وما بعدها. ذي الصورة ساقي سورة النساء ربي سبحانه يجاوب غد في نقطة يجيبا. إناد سلاوين تحرما فرقاز إما مؤبدا طول العمر نغم مؤقتا. وإذا قد فتغل أمثلا بعد الدغال التفاصيل ديوسان دي القرآن الكريم. مثلا المحرمات المؤبدة على سبيل المثال الأمهات كما ذكر الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم. أول نوع من النساء اللي محرمة على الرجال الأمهات. وقيت التشريع رباني باش ودي تسريوا منحرف في فطرته ممكن تكون له رغبة في الزواج بأمه. خطر أي مثلا ثورة ما تسلمي وثنت مسالت وسيقرأيون محال فطريا. كيف الإنسان معقول الإنسان زوج بيمه نغبخته نغبنته؟ ولكن أي مثلا قلا غذكير الوقت الوقت ثاقين تعيشين لاجف يسوحاشن يتفانى غدا يني الشفان الكذب وتفهمم ذا شو قيمة الشريعة الرباني. أين دينا الشرع تيليسان شرع حدود سيد الليميت مدينا ربي سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم. أنا عرب أنسن أنسين باللي الأمهات محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الزواج بالبنات حرام مؤبدا طول مرض الحرام. وأخواتكم ثيس ثيس ثماثين الأخوات سواء تشقيقين خطر قيم بعد السنة تبين ربي سبحانه يفكاد القرآن والسنة تبين ربي وأخواتكم. والأخوات اللي أنت تروى كاتيجوري الأخوات الشقيقات الأخوات من جهة الأب الأخوات من جهة الأم. يعني في ستماثين في شقيقين في ستماثين سي الجهة من الأب بافاس سي فافاس في ستماثين سي ماس سي قذاقي. ولكن القرآن إيش أخواتكم وبنات الأخي يعني يسيس نجماش في قذاقي يسيس نجماش إيش قارنت عمي يسيس نجماش يليس نجماش إيش تساول عمي. وبنات الأخت يسيس بولتماك كيف كيف السوال أخالي. وهكذا إلى آخر الآيات. ثلاث مثلا في قدقي النماذج من المحرمات على وجه التأبيد. ولكن كين بعض المحرمات على وجه التأقيت يعني بور ان سيرتان بيريود لسبب من الأسباب. المحرمات على وجه التأقيت معناتها مرتبطة بسبب قابل للزوال، مش كما المؤبدة مرتبطة بسبب غير قابل للزوال. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، معناتها لا يجوز للإنسان أن يتزوج بالمرأة وأختها بالمرأة وعمتها. الحديث يطوي يشرح بالمرأة وخالاتها. الآية 2 وأن تجمعوا بين الأختين زيك كي جوج واحد يتزوج بوحدة بعد شهور يزيد أختها زوج خواتات في عصمته ماهوش مقبول. سنة ثنتين ستماثين يغيو ثيرنا في السنات ذل حرام أكي قلا زيش. ولا سيبوس ربي سبحانه ويند إلا ما قد سلف ستدير أين عدان أين عدان سيدي ربي يا فايونت زيش الجاهلية خلطة خلفن كان. ولكن شرع ربي ناد ثورة سيادة ساون ذيان أوري جزارة غيو مذان باش ذي جما ذي لا يصمينس أذي أغسنة تلاوين
تيسماثين نغثم طوثك ذامتيس نغثم طوثك ذخالتيس ذا حرام تجمع بين المحارم إلا ما قد سلف. طيب إما إلا يغيوث أم بعد يوثني ثموث أهل طريسة على حقا دياغو التماس يجوز لقد أنت زرم كامل النبي صلى الله عليه وسلم مي في كان يليس رقيان عثمان بن عفان أسمي ثموث يرنايس أسمي ثموث ألمي ثموث قبل تمث الحرام ولكن أسمي ثموث يرنايس يليس في السناف أم كلثوم بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشريع بي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا ألور ذاكين أسمي ثموث تمزوار في رنايس في السناف هذه قيم تجور ذا القوال تجور ذا القوال الريث مثلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وكي كمثال باللي الزواج بهذه المراه محرم مؤقتا مثلا المعتدات ني غوند صرت بعض الاخطاء وسمحوا لي حتى المشايخ لازم ينتبهوا لهذا الشيء مره الفاتحه ماشي ديريكت عند غرقاز عند بس نتمطوط الشهود طفطافه الفاتحه مبروك عليكم نو خطا لازم الإمام أو المشرف على قراءة الفاتحة على عقد الزواج لازم ينتبه إلى هذه المسائل يسأل أسريث مطوثاقي أريج وجنكا أهل طارا استضري يماس بقشيشاقي نخاطي مور استضارة أسينا قشيشاقي يلمزياقي أهل طارا نتساي تضري يماس نتساث نخاطي أسين خاطي طيب أطرازي بكستيو أهل طارا نتسا كذ نتساث تظن رثايض ين طرواز ينفهم تم تطايض الشركيثن اقشيش تقشيش تظن ريوث الى قد يسل لي ريبونس لو كاسيون تظن سي ذا حرام ارجو ذا ثمثن ذا ثمثن وكذاكي اخوان من الرضاع هذه سقسي سقسي وايض اسيث مطوثاكي هل طارت تجوج ديجا نخاطي بكر ام ثيب تجوج نوث تجوج راه جامي ها هو سيني تجوج يموت ورقازيس سقسي من اللي يموت ورقازيس كيني شهرين ني عداني يموت ينس ذا الحرام من غير الفاتحة ذو الحرام خاطر مازال تعبر العدة العدة يقيني مؤقتا ثلاثين بيريود قرنس ذي الشرع العدة قرنس قبيت لعدا ربي كيس قرن كي تسنى لعدا ربي لا بيريود ني اوريجو زارا غيلافذ باش هذي غير الفاتحة وفطايض أثينا كني ومي موث ورقاز الإمام نغوني حضر ندينا ماذا الإمام ماذا واحد من الإخوة اللي شرف على هذا العقد يسأل من ناكي موث ورقازي الشهرين ثلاث شهور نعدان يناس بقوا على خير كل يوم ذي ورسة خامس ذي الحرام نغل فتحة ثورة ذي الحرام أين بارسكو ربي دين ذي القرآن الكريم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة الشهور أربعة بقورن أكذا عشرة أكذا عشر أيام عشرة بوسان إلا قد سعدي لا بيريود داقي المود داقي لا قد سعدي لا دربي من بعد يجوز باش يعني أسخذ فض نصر الفاتحة إلى آخره فلا بيريود داقي نسفهم دي الدرس نعدان ند تجوز الخطبة تلميحا لا تصريحا يعني ما إلا يوني زمرا ذي يخضب ثقشيش تاقيني ثمتو ثاقيني أتسي يخضب ماشي ديريكت بطريقه غير مباشره ني عند مثلا ديال سير باب فاساسيني اما الساد بوين راه كلينا سفن مولي كان يسعد رساله يسعد الميساج وسي قرر عظم الله اجركم الور انك جيت باش نخطبها ديريكت ما تجرحش مشاعر يا خاك لا الشرع النغ ميم لي سونتيمون كي يفكيس نزال يفكيس الازال خطر من مقاصد العدة حداد معنى المرأة تحزن على ألم الفراق وألم فراق العشرة الزوجية وكذا ما إلا عينك على المرأة هذه فوت رسالة الآية ضرب دي القرآن الكريم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هكذا الآية تعريض التعريض معناه التلميح أدفك إشارة يفهم منها
أنك تريد أن تتقدم لخطبتها، فيجوز التعريض دون التصريح. طيب الورد جيني برمي الأمور اللي يسأل عليها الإمام أو يسأل عليها الأخ المشرف على هذا العقد، عقد الزواج أو عقد القران أو الفاتحة، ما كان سنقال الفاتحة ذا جيني يسأل لو كان سيني ثاني موث ورقازيس شهرين ثلاث شهور قاداني نسالا وكن قرغر الفاتحة آلا مثع الدلعيد دان 4 شهور وعشر أيام، وين تكلاسي هذا النوع؟ المرأة هذه تقول محرمة تحريما مؤقتا، ماشي مؤبدا، يعني ما دامت في عدتها. نفس الشيء بالنسبة لعدة الطلاق كما سنشرحه بالتفصيل بعدين. فورا نفهموا دايث مثلا ذي بايقيني ألا تكون ممنوعة أو محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا. نفكاون دي زيكزوبل الأمثلة. فورا والخامسا العدول عن الخطبة وأثاره. فورا سيبوزون يون يخضف يون خلاص لا بروميير ايتاب نسمي يخضف يخضفيت نورمال بيان وكذا. نناد باللي يثمثن ونأكد على هذا يثمثن أبري الخطبة هي أجنبية عليه وهو أجنبي عليها. الشرع النغي يستجيب لنداء الفطرة بالطريق الحلال. إن يا سيدة كان بغيت تدور معاها ماشي غير في الفيترين في الموندونتي بالطيارة. شرط واحد كاغت، كاغت اسميس أكت دو مارياج، كاغت عقد الزواج ذي الحلال، ماشي واحد يدور وبعدين كذا وبعدين الكلام يخرج وبعدين كاش نهار يقول عدول يعدل عن خطبة. وبعدين وسرتو في المجتمعات الذكورية كما المجتمع الجزائري وين يميلوا بزاف للرجال ماشي للنساء. الور ما إلا جاتنا شوية ظهرا من بعد والقل جمذانا أذي مغور ربما نأكد على هذه النقطة بعد حين. ثلاث مثلا أكون ديني العدول عن الخطبة، هل يجوز نطرح سؤال، هل يجوز الإنسان بعد ما يخطب وحدة كاش نهار شهر شهرين وكذا يقولها جيلي روغري يقول أنا ندمت بطلت نفسخ الخطبة، ولا هي تفسخ الخطبة هي تبعث له تقول له يا فلان بقى على خير الخطبة اللي بينك وبيني وبيني نفسخها أكي قارن فسخ الخطبة أو الخطوبة هل يجوز؟ وإذا كان هذا جائز كاين آثار، كاين لي كونسيكونس، كاين آثار اللي تصدر. نبداوها وحدة وحدة. أولا مسألة العدول، هل هو جائز أم غير جائز؟ هل يجوز واحد بحث ما يخطب المرأة ماشي الفاتحة، مازال الفاتحة ما وصلناش الفاتحة، بل الخطبة كاش نهار يقول لك أنا بطلت؟ ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ إذا كان العدول لسبب جدي لمبرر شرعي، ستدير خطب وحدة أثناء الخطبة شاف الدعوة سافا با وصلت له أخبار يقينية رئيس مثلا دقي الشرع النغي وجف لنا غكل من الله يجب أن نتحقق. خطر هناك وكالات أنباء متخصصة في إفساد العلاقات باش نتفهموا مليح، مي مثوذرين يثمذونين وكذا لا دي سبيسيالي دي زيكسبير شغل نسن الفرق يرسين أما ذي شريشن أما جوجن أما ذي مدوكال ذي حفيفن ذي خضيفن أكا دي سبيسياليست يخرجوا الخبار سيل كذب. ألور ذاقيني الشرعين أيك حذاري يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون داير وصف القرآن يا محذر منفر يعني التنسيون واحد يدير عمل ينطبق عليه هذا الوصف. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجب أن نتحقق تحقق ثم يبضيك دو الخضار على وجه القطع واليقين باللي إليادك وإلا وفشث جرياني لا حرج عليك تخليها. العدول عن الخطبة جائز شرعا باتفاق العلماء إذا كان لمبرر شرعي. ثلاث سبة سريج ثمطوثني أين جزني ورقازي جزي ثمطوثة كيف الحكم الشرعي إذا جي واحد بمثل ثلاث زمرتج ما يفنس دل الأسباب جدية. خطر الحديث شو ديننا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ممكن تأتيها أخبار يقينية أنه إنسان ما عندوش أخلاق فبالتالي ممكن تخليه على هذا الأساس أسين الفلانية ثاني تسكير كرمكم الله ذي لافز انت على دروغ انت على كذا انت على كذا تخليه. خطر القزي زمر هذه السفر نسى شبحان يقدم نفسه باللي انت الحاصل يصفى ميغين من بعد دوض الخبرات في الأساس يا حصرة يا حصرة شو قفروا فرنسني دخال ألور ذي لستنك يهضر خير السوى لزك وربما يبان ويظهر عتق الخيل من أصواتها من خلال الحوار يكون في بحضور محرم أو كذا ممكن تبان أمور يعني. فبالتالي المهم إذا كان هناك مبررات شرعية باش ما نطولش في هذه النقطة ملان تسبف يلان جهدنت شرعية يجوز يورقز ثم توصل من الجن العدول ولكن ما إلا بلا سبب بلا سبب هكذا ذاك العلماء قالوا باتفاق أن هذا الأمر على الكراهة. نعطي لكم الخلاصة يعني كاين تفاصيل فقهية في هذا الباب
الرأي الذي أرتاح إليه أنه على الكراهة، لأنه يتنافى والوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد يعني يول ما يلف كذا سوال سبوسا قال القبيل أرقازي توطف سوال أميك تبريزنت ديمانيك تسقمت ديمانيك تقرف ظرف فاميلت من بعد فكانك تنطوثني سلخضو فقا بالإيجاب والقابول من بعد كاش نهار تقولهم أنا ندمت أنا بطلت. وكان بعض الناس دي سبيسياليست في الطبطال، يخطب هذه يقطع معها، يخطب هذه يثبت ولا قرر الإنسان يلعب بهذه الأمور، ما لا يجوز شرعا. هو ربي سبحانه إنك إن العهد كان مسؤولا ذوال. ربي سبحانه في آيات كثيرة تحدث عن الوفاء بالعهود، عهود ما تفكي ظوالي ون ولو كان الرنديفو صف ما تصدنا سيضا مبرر الله غالب ذاين تفك الحال تفك السبة مبرر شرعي. ما إلا كانك تمد لي رنديفو بلا سبة وتقطع وما تلتفي بوعودك. ربي سبحانه في سورة المائدة مثلا الآية الثالثة آية الأولى يقول آية الأولى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يكلي زنجاجمو أرثك ضيم ذانا وفي ريسبكتي لي زونغاجمون ديالك طبقي فن صف ما الا نيت زمرتي كل زمر دار الله غالب الوغ مي مي ولا كيف في كذا ولي ثلا اسم الطوط في كذا ولي الساميل ولا كل يد مدن سلا المدن من بعد تقطع. باش نقول لكم هي ثمات اللي وجه الله تعالى ولا قراو مذان اذي 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 قطع الخطبه يقين بلا سبه والا فهو اثم، وهذا قول الفقهاء يعني باتفاق ند صاحب هذا الفعل هو اثم مكروه هذا الشيء باش يديروا الا اذا كان سبب جدي. ومهم اذا كان الانسان ربما جاتوا فكرة أنه يقول لك نعم بطلت ما حبيش نزوج هذه السنة ولا العام الجاي حبيت نزوج بعد 10 سنين ألور باش ما تعرف تقول تطرح تقول أنا عندي نية كذا وكذا الآن نيتي تغيرت وشرت صبري تقبلوا إلى آخره تستناو ما تستناوش يكون حوار بيناتكم باش تبقى العلاقات علاقه لازم نحافظوا على المشاعر لي الشوك هذون يثمثن سولتو قلا ديون زمان هذه صار بثمديث غير صار جميعا في الدنيا وفي الاخره يوار الحال. لازم الانسان يحترم بنات الناس يحترم الاعراض يحترم خطر ممكن تغدوه شر تكبر يكون عندك اولاد يكون عندك بنت ممكن يصرى فيك هذا الشيء تتالم ولا قد تظلم مالي سولتو ذي الامور كيف مثلا بلاك يود قال نظن الامور ماتريال وكذا الانسان يخليك يخدعك وكذا ممكن تصبر معليش مي في هذه الامور لا خطر من بعد سورتو قلت لكم المجتمع مازال بعيد عن الايمان مجتمع خطر انت تخليها واش يقولوا بعض الناس سمحوا لي دون ان احدد يقول ما دام خلاها كاش ما كان هو يطرح سؤاله اسئله سميتي جا شو الا وليت كان ادي سميت تقول ربي سبحانه اسير نو شويه الديكور زران فاش تيجا طف الشيطان يدخل يجات باسكو الا وكا وكا وسيرنو وسيرنو ما كيكون دني غير انت وكاله انباء متخصصه في هذه الامور زكيد الكذب الكذب الى اخره من بعد ثم تصني مسكين تزمر اتحرمك الزواج ما كانش اللي تقدم لها داين يا زمت المستقبلين سن الحياه نهائيا يا اخي لا تاذي غيرك ما تاذيش غيرك ما نهضر لا تشوه سمعه الناس بارك الله فيك. فبالتالي ما نهضر في المحرمات المحظورات في الدين اطاسي قلان هناك نوع من المحرمات اخطر من المعروفات التي من المحرمات التي يعرفها الناس من المحرمات هذه من نوع من المحرمات اللي تأذي الناس في أعراضهم. شوف برك الآية اللي دينا ربي مثلا في التبيني إنك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معناه يوم القيامة كي يجيك هذاك الإنسان فيكتيم هذاك الضحية يقولك أنت السبب الكلمة نتاعك هذيك هي اللي دمرت حياتي اللي دمرت أسرتي اللي دمرت علاقاتي. كيف تقابل ربك كيف تجيب؟ لذلك الإنسان يجب أن يحتاط يجب أن يحتاط. لذلك حاجة أخرى ربما الخطبة أني تمكنه من معرفة الأسرار ما إلا يخذ فيتا بريد كتر مواصر كموا يصروح ويتسوغال يصروح ويتسوغال يبيد الأسرار سقخام ألو رزك ميتي جاذي كماصي هذي سوفوغ الأسرار ذي لحرة ما يثمثن الشيء خطر الشيني جنك تشمل سخا من سن سوا شو سي اسم ربي سبحانه باسكو تخضفون سن سبا ربي ذنبي فما الو لا قرات بروفيتي لوكازيون قال بيض السراني انطليثن صدور الاحرار قبور الاسرار الى قد سي ضعف ذائن سلم حرين خذ مسا زكان طليث لا هذا يتنافى المروءة ويتنافى مع الاخلاق ومع الاسلام. العدول اذن جائز جائز طيب ولكن اثار العدول ما الا ارغازي جا ثمطوس ثمطوس جا ارغاز الا انت ذاكيني لي زيكونفينيون اما يعني الجانب المعنوي كوتي مورال كوتي ماتيريال
أكون دفكا لي زيكزومبل في الكوتي مورال. سيبوزون يوني جاي وثاني راهم داك الضرر كاين قال شوف الفلوس والو كذا وكذا الشوك ني بسيشيك وكذا مهما كان انت تبدا الحياه تبدا تهكي مانيس وكذا تخدم خامة تسعود دريه وكذا كشيني الطف بالك تراجو 10 سنين تراجو الميديو ذاك الشيني من بعد استعظم ذاك الضرر المعنوي يتحقق حتما موجود سيري سي بروك ممكن ذا غارقازني كيف كيف مثلا شاتيتي جان كيف كيف ممكن تضرر سيني عجبة در غال مثال مطوث سورتو نكونوا كذا يعني المجتمعات الذكوريه آه ما كاش كيفها ما كاش منها كاع هذه كل ما كان الرجله يساك تروح الضرر المعنوي لا الضرر المادي ممكن اذيلي ممكن امش مثلا اتسيني نسات باغ اكزومبل تقار تقار تتابع لي زيتود انت سيني حبس القرايه سي با لا بين القرايه كيني نتزوج بيك نخدم مالك نخدم على مالك راني هنا با بروبليم وكذا تجا القرايه يس بعد شهور ارقز يروح القرايه تروح امشي ثوال القرايه امشي كذا ممكن ضرر يتحقق ممكن اضرار كثيره ممكن هو مسكين تدفعه باش يروح يدير مصاريف جديده سورتو لا بيريود كي احيانا الرجال ياخذوا بزاف الراي شري لي كذا وكذا اي با بروبليم اقلا غدا دير كذا انت اللي جري ما زيد الطيق زيد الدين هذه ولي دات والهدايا اللي لنا الجرسم خاطر النبي عليه الصلاه والسلام اجتهاد وتحب والهديه لها ولكن دي فوا الهدايا تدوبلنت بزاف دي لا بيريود كي وبالك بعد الزواج بقى على خير بقى على خير ما كان لا هديه لا سناف وثاقي من الامور اللي تخلي ربما العلاقات الزوجيه بارده اكثيني من لا دي لا بيريود الخضوف كاع با مي دوسي سو كادو سقاس ينزوج بقى على خير اللي كادو اي انا شوي ضرا ما الذي حصل راجع نفسك الى الخلل ذينا الا الى الخلل يجب ان يراجع الامور تاكيني ممكن تحصل اضرار في هذا الباب فبالتالي العلماء واش قالوا قالوا من الاثار هذه ممكن تكون على مستوى المهر اولا الف على مستوى المهر ستادير ممكن الرجل يقدم المهر نومي قرن صداق ثامث يقدم المهر لهذه المراه بعض الناس يستعجلوا تسكن ثامث جوست ابر الخضوف كاع ودني غير ثقيت لها كامل مي لانو قالت يخدم ثقيت مزورو في سناث على مستوى الهدايا اللي كادوني كامل وفي ثلاثة على مستوى الضرر كيني اد نفذو سي المهر باختصار الف المهر ما الا غير كازيف كان المهر يثمطوث من بعد فسخ الخضوف كاع المهر ني اد يوغال سيركاز صوف ما يقفل نتا تيسمح شرعا المهر متعلق بالعقد بالزواج ماشي بالخطبه. الور ما الا يفك ثامنف يسعى لحقا سيدي ريكوباتي دير. بون تاكي الف با اين يعني الهدايا؟ العلماء هضرت في لاساطاس هضرت في لاساطاس نعطيكم مثال بعض علماء المالكيه مثلا شو درنا؟ ندار كاز ما يفكان لي كادو يثمطوس ماشي لي كادو يقيم شطاح لي باتيسير ياكل شوالي خاطي. اللي كادو مقران يفكاس ذهب يفكاس لبسه غلاين بزاف يفكاس كل مراقيني هديه من بعد يمسفك هدايا ذات قيمه سانت اون فالور الله الله من بعد ذاكيني ما الا ذنتا يديوغا المارشارير عادله عن الخطبه تراجع ذنتك فسخ الخطبه ذا شو دانا كيو العلماء المالكيه الناند ما إلا هناك شرط بينهما فالشرط يعمل به خذ من الشرط يا راسم أكن مسفهاما ذا يشتنا ريضرون المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ما إلا ولا الشرط قيني أذو غل العرف على حسب العرف أمشي تقضي الأعراف ما إلا ولا شوى ولا شوى إنك ماذن تسيق تراجعا نسيقو غالن يعني قفطلن الفاتحة الخطبة يقيني إن يش لا يسترد شيئا مما أهداه أي نفكا يكوذ لي كادو وسي قرارا الريثنيد خطر سيوقعها في حرج يفكاس لي كادو سلفغيس نتسا إن بعد نتسا يفسخ الخطبة سلفغيس نتسا ألور لا نجمع على المرأة إيلامين نغ ألمين كلاهما صحيح لغة ما عندها أرقزني يروح أرنوير نسي قردر لك دني أكن الله أكيد نان علماء المالكية ما إلا ذنت ساث يقفسخ الخطبة ذا شو دنان علماء المالكية الناند بون بعد الشرط النية وكذ العرفني الناند ما ذنت ساث يقفسخ الخطبة أي نسيف كانت سا ما إلا ذي الأشياء المستهلكة ذي اللبسة
تكفى نغ ذهب يروح هاس إنك تسترد قيمة ما استهلك أوضاع ذهب اللي ما يسوى 5 مليون دفك 5 مليون أثي الدفك وقيم ناحية الفقهية. وطبعا الفقهاء فقهاء الشافعية فقهاء الحنابلة تقريبا يتفقون مع المذهب المالكي مع علماء المالكية مع بعض التفاصيل. كاين اللي يقول لك أنه استرداد الهدية أمر محسوب مرفوض من ناحية الفطرة يقول مسك ذا كادو من بعد ذي الخلاف يا ولسي نريد كان لك دونينو اسما ما كان الفطرة نتاع الإنسان ترفض هذا. قالوا رئيس مثلا ساقي صفي ألف نتاع المهر با الهدايا جيم الضرر خاصة الضرر المعنوي وكلاهما الضرر المادي والمعنوي. ذا شو دنا العلماء ذا قيل الناند أولا إن العدول في حد ذاته مباح إذا كان لسبب جدي هذه يقول باش هذه فسخ القطبة يجوز مثل السبة شرعية. اثنين العدول في حد ذاته إذا نتج عنه ضرر فلا ضمان. الحاجة الثالثة ثالثا إنه إذا اقترن بالعدول فعل أو قول مستقل ونتج عن ذلك ضرر مادي أو معنوي فهنا يحمل المسؤولية ويدفع قيمة الضرر تطبيقا لقاعدة فقهية الضرر يزال لا ضرر ولا ضرر. وهذه القاعدة أصلها حديث نبوي لا ضرر ولا ضرر. قاعدة أخرى الضرر يزال أتتشرح ما إلا أرقز كما يكون الدنيا جوست أبر الخطبة إفذا يفقد الشروط يجعلس ربما في حرج كبير يسفغد سي القراية يسفغد سي كذا ربما أشياء كثيرة أو العكس ممكن المرأة تدير نفس الشيء بالنسبة للرجل. ذا قيني لنت أفعال أو أقوال مستقلة مستقلة مثل الكلام الذي يقول فيها كلام غير لائق أو العكس معناها هذا الكلام هو الذي محسوب سبب لها الضرر أو سبب له الضرر إذا كان صدر منها. ذا قيني مثلا ماذا ولا ماذا لزاك ترى يخدم ظر تصمتو ثني نغنت ساث خدم لي الزاك ظر نرقزني. ذا قيني مثلا دلو القاعدة الفقهية دينان لا ضرر ولا ضرر الضرر يزال. بعض علماء القانون اسمها ناس المسؤولية التقصيرية تفاصيل دسمت الدرس وايض ما يرضى ربي سبحانه عز وجل لا. لذلك قول السلام عليكم ورحمة الله.